في البدايه طبعا انت بتتكلم على دوري ابطال افريقيا، فوضع طبيعي ان انت يبقى عندك 16 فرقه بطل في دورياتها او بلادها. يعني التصنيف معروف سواء كان الاول او ثاني او ثالث او رابع، فوضع طبيعي ان انت بتبقى عارف واحده من اربعه من كل تصنيف، يعني واحده من التصنيف الثاني من اصل اربعه، وواحده من التصنيف الثالث من اصل اربعه، وواحده من التصنيف الرابع من اصل اربعه. كان يهمنا بس المسميات يعني، لكن في النهايه رأيي النهائي يعني في المجموعه ان هي متوازنه الى حد كبير، مقبوله الى حد كبير جدا يعني. طبعا البطوله الاقوى على مستوى القاري، فوضع طبيعي تاخد الاهتمام الاكبر على كل المتابعين او المسؤولين في القاره يعني. لكن خلينا نتكلم بشيء من المنطق والعقل والواقعيه، يعني انت عندك لسه بدري جدا على المباراه الاولى اللي هتبقى في سوسه مع النجم الساحلي، يعني هم برضو حاطين التصنيف اول مع التصنيف الثاني في اولى المواجهات يعني. فخلينا ننتظر شويه، استعدادنا ليها هيبقى موجود بالتاكيد، لكن لسه عندنا وقت كبير جدا. النهارده بتتكلم في 9 اكتوبر، لسه عندنا حوالي 50 يوم، يعني اول مباراه كان هتبقى يوم 29 او 30 نوفمبر، فلسه عندي 50 يوم يعني. مهم قوي ان احنا يعني ناخد هدنة شوية في التفكير، لكن عندنا مباراة دوري تاخد أولويات أفريقيا في الوقت الحالي، أولويات المرحلة في الوقت الحالي، وبعدين لما تيجي البطولة الأفريقية بإذن الله في وقتها يعني أكيد هنستعد لها بشكل جامد. لكن كان يهمنا إن احنا نعرف نسكن بس الفرق اللي معانا عشان نبدأ نحضر يعني حاجات ليهم أو أشياء أو مباريات تخصهم أو أهم المعلومات اللي بيحتاجها المدير الفني ريني أو الجهاز الفني بشكل عام. يعني احنا طبعا حاطين قائمة أفريقية، لكن أنا بتكلم كمان على ترتيب الفرق ديت أو الاستعداد ليها من خلال مشاهدة أكبر لعدد المباريات بالنسبة لهم، التفاصيل اللي عندهم، المعلومات اللي ممكن نلمها أو نعرفها يعني. طبعا يمكن باستثناء بلاتينيوم اللي هي يعني من فتره طويله قوي ما اعتقدش ان احنا وقعنا معاها خالص يعني، ان لم تخن الذاكره، فممكن مره ممكن لكن مش كتير يعني. زيمبابوي، عندك الهلال السوداني، فرقه طبعا عندها قدر كبير جدا من البطولات على مستوى السوداني، النجم الساحلي ومشواره في البطولات الافريقيه، وفرقه من الفرق اللي عندها خبرات عاليه جدا في المشوار الافريقي يعني، كلها فرق التصنيف الثاني او الثالث اللي فيها النجم الساحلي او الهلال عندهم خبرات افريقيه عاليه جدا يعني. كمان انا بقتنع جدا يعني على مستوى شخصي ان ممكن فرقه تفاجئك بحاله فرقه او مجموعه في دوري الابطال يعني. خلينا نستعد بشكل كويس وخلينا نحضر بشكل كويس، لكن في وقتها يعني على ما تيجي البطولة يبقى احنا برضو لمينا اكبر عدد او اكبر قدر من المعلومات اللي يفيد الجهاز الفني يعني. مش عايز اقول بقول ايه للنادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بشكل خاص يعني، جمهور النادي الاهلي عارف يعني دوره كويس قوي قوي يعني. دي بطولة احنا بنحبها جدا وغايب عننا بقالها فترة، اعتقد ان كل واحد في المنظومة ككل مش الجمهور بس عارف دوره. ان شاء الله الرحمن ربنا يوفقنا فيها باذن الله تعالى، ونقدر ان احنا باذن الله نحرز اللقب التاسع باذن الله.